طبعا نلاحظ انه احنا جايين على واحة من النخيل زي ما احنا شايفين البيوت القديمة زمان. هنا ايضا لو نلاحظ عندنا مسجد عمر بن الخطاب راح نزوره يمكن الاذان قرب هذا المسجد نروح نصلي فيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. نسمع صوت الاذان الان اذن نروح نصلي بمسجد عمر. مسجد عمر ان شاء الله. اشهد ان لا اله. مسجد عمر بن الخطاب فيه اقدم مأذنة في تاريخ الجزيرة العربية واللي يعود بنائها الى سنة 17 للهجرة. طبعا احنا الان وصلنا مسجد عمر بن الخطاب. ما شاء الله. هذه المؤذنة هنا. لاحظها ما شاء الله. هذه مأذنة مسجد عمر بن الخطاب طبعا تعتبر اقدم مأذنة في الاسلام. وزي ما احنا شايفين ارتفاعها حوالي 12 متر. تفضل. ايش الممر هذا تحته؟ هذا الممر كان واحد من الاماكن اللي ازقه المدينه. يعني الميزه باللي نشوفها هنا اذا تلاحظون ان عندنا المحراب والمنبر. منبر بجنب بعض ما يعني ان شاء الله تخطبه ابن احمد ان شاء الله. عندنا نلاحظ اتساع او عرض الحائط يعني من الخارج مو كثير هذا زي المباني اللي الان موجوده تحصله بارز تلقى فيه بروز قليل لكن اغلبه صاير بالجدار زي ما نلاحظ الاعمده اللي شايفينها هنا فيها عرضها كبير يعني فبالتالي المحراب ايضا ما تلقى له بروز بالخارج. قد خطب عمر رضي الله عنه في المكان هذا ما في معلومه مؤكده لكن زي ما قلنا انه المسجد يعود أمر ببناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أهمية المسجد تنبع من تخطيطه اللي يمثل استمرار لنمط تخطيط المساجد الأولى في الإسلام ويذكر بتخطيط مسجد الرسول في المدينة في مراحله الأولى. الله